بنرحب بكم جميعا في اللقاء الأول على منصة تويتر على صفحة الاشتراكيين الثوريين. اللقاء ده هيكون جزء من سلسلة جاية هنستضيف فيها ناس مختلفة للنقاش حوالين مواضيع مختلفة، وموضوع الليلة هيكون عن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. طبعا زي ما احنا عارفين انه خلال الحوار الوطني كتير من قوى المعارضة كانت اتكلمت عن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة من وسائل العقاب بدل من أن يكون إجراء قانوني مؤقت، وفي الإطار ده كانت اتقدمت توصيات بالفعل إجراء تعديلات على القوانين بحيث يتم وقف سوء استغلال الحبس الاحتياطي كوسيلة من وسائل العقاب. ولكن في شهر أغسطس من العام الحالي وفجأة قطعت اللجنة الفرعية للشؤون التشريعية في البرلمان أجازتها وخرجت لنا بمشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية، ما كانش فيه بس تعديلات خاصة بالحبس الاحتياطي ولكن تعديلات كثيرة وشاملة. القانون ده وصفوه كتير بأنه قانون كارثي وتأثيره هيكون شديد الخطورة على الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى منظومة القضاء المصري ككل وعلى حتى مفهوم المواطنة والجمهورية بشكل عام. وفي الإطار ده دعت كتير من قوى المعارضة المختلفة لضرورة مقاومة إصدار هذا التشريع وتفنيده في أسرع وقت، وده هو الإطار بتاع لقائنا النهاردة، واللي بيسعدنا ويشرفنا ان احنا نستضيف فيه المحامي العمالي هيثم محمدين والمحامية والناشطة مهينور المصري. بداية خلينا نبدأ السؤال لأستاذ هيثم عن أهمية قانون الإجراءات الجنائية وموضوع إيه في الخريطة التشريعية في مصر، ونبذة سريعة عن أهم التعديلات اللي كانت في هذا القانون قبل التعديل الأخير اللي صدر. الأول احنا محتاجين نتعرف بالنسبة للناس غير المتخصصين ايه هو قانون الإجراءات الجنائية، يعني وظيفته ايه، يقوم بايه دور قانون الإجراءات. وقانون الإجراءات الجنائية اصلا له لقب معروف وشهير، يعني ان هو بيسمى الدستور الثاني. ليه بيسمى الدستور الثاني؟ كل القواعد اللي بتضمن اللي بتضع الضمانات الحقوق والحريات اللي بتيجي في الدستور بتيجي كقواعد عامة مجردة، لكن تطبيقها في الواقع العملي بيختص بده قانون الإجراءات الجنائية. بمعنى لما يجي الدستور يقول إنه للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس ولا يجوز مراقبة المراسلات البريدية وما إلى ذلك من وسائل الاتصال إلا بقرار قضائي مسبب ولفترة محددة. ده نص عام، تطبيقه في الواقع العملي بيحتاج إلى تفصيل في قانون الإجراءات الجنائية. فمن ناحية كل الضمانات والحقوق الخاصة بالحقوق والحريات بتاعت الأفراد اللي في الدستور اللي بينظمها في الواقع العملي هو قانون الإجراءات. النقطة الثانية، قانون الإجراءات الجنائية هو اللي بينظم حق الدولة في ممارسة العقاب. يعني إن الدولة حبت تتهم شخص ما بأنه خالف القانون وإن المخالفة دي من وجهة نظر جهات الشرطة والتحقيق إن هي بتشكل جنحة أو جناية وإن الشخص ده يستحق العقاب، من لحظة اتهامه لحد لحظة الحكم عليه وتنفيذ الحكم اللي بينظم سير هذه العملية هو قانون الإجراءات الجنائية. وهو قانون اللي بيخلق التوازن ما بين حاجتين متناقضتين، حق الدولة في أنها تعاقب المخالفين للقانون وحقوق وحريات الأفراد في عدم المساس بحريتهم أو تقييدها أو مراقبة مراسلاتهم أو التحفظ عليهم أو على أموالهم أو سجنهم في نهاية المطاف. فهذا القانون هو المسؤول عن أنه كل خطوة تاخدها الدولة في اتجاه معاقبة شخص ما أنها تكون شرعية، شرعية بمعنى أنها تكون في حدود معينة ما تسمحش أن الدولة تجور على حرية الشخص ده أو تجور على حقوقه ويتحول الموضوع إلى عقاب منفلت
يطال المواطنين اللي افترض فيهم قرينة البراءة. فقانون الإجراءات الجنائية هو اللي بينظر سير الدعوة الجنائية بشكل مشروع، وعشان كده بيسمى بيطلق عليه قانون الشرعية الإجرائية أو الشرعية الجنائية. فده قانون من أخطر القوانين، وهو القانون الرئيسي والأساسي اللي بتقوم بيه الدولة بتنفيذ القانون جبرا على المواطنين، بمعنى استخدام سلطتها كقوة أمنية وعسكرية في تطبيق النصوص على الناس إذا شافت هي جهات التحقيق يعني أو جهات الاتهام زي الشرطة إنه الشخص ده خالف القوانين. طيب هل تعمل ده وهي بلا قواعد وبلا ضوابط وفقا لأهواء الضباط وأعضاء النيابة؟ لا، المفروض إن القانون الإجراءات هو اللي بينظم هذه الضوابط وهذه القواعد. يعني لما يبقى من حق الشرطة إن هي تقبض على المتهم، طيب هتقبض عليه في أي حالة؟ لازم تقبض عليه وفقا للدستور عشان تطبق أحكام الدستور، يا إما يكون متلبس بجريمة يعني إن الشخص يضبط وهو بيقتل، أو يكون ارتكب جريمة وبناء على تحريات الشرطة تروح تطلب إذن من النيابة بالقبض عليه. دي حالات القبض على المتهم، لكن مش مسموح للشرطة إن هي تقبض على المواطنين جزافا وبالجملة بلا تحريات عليها إذن نيابة وبلا تلبس بجريمة. فاللي بيقول ده وبينظم ده هو قانون الإجراءات الجنائية. ففي حالة توسيع صلاحيات الشرطة وتوسيع صلاحات النيابة في مسألة القبض والتفتيش، ده بيجور على حق المواطن في حريته الشخصية وعلى حرمة منزله من دخول غرباء ليه، اللي زي أفراد الشرطة أو رجال السلطة العامة أو النيابة. وبالتالي قانون الإجراءات الجنائية هو الضمانة الواقعية لحقوق الأفراد وحرياتهم، لأنه النصوص اللي بتبقى في الدستور هي نصوص عامة مجردة ما بتحددش مين اللي ينفذ النص ومين ما ينفذوش، وأنهي حدود مسموح ينفذه في إطارها وأنهي حدود ما ينفعش يتجاوزها. اللي بيقول ده تحديدا هو قانون الإجراءات الجنائية. طبعا احنا عندنا القانون الحالي صدر سنة 50، هو رقمه 150 لسنة 50. هذا القانون دخل إلى البرلمان في نهاية الثلاثينات، وظل أكتر من 10 سنين في مناقشة جوه مجلس النواب، وفي الآخر صدر قانون في وقتها كان بالنظر للقوانين بتاعت الإجراءات الجنائية في عصره معقول، لكن أدخل على هذا القانون العديد والعديد من التعديلات، وخصوصا في فترة الخمسينات أفرغت كتير من الحقوق والضمانات اللي موجودة في القانون ده من مضمونها. على سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية في شكله الأول الصادر في 1950 كان بيعتبر النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية، وإنها سلطة اتهام فقط ولا تملك سلطة التحقيق، وهي مش محسوبة أصلاً ضمن الجهاز القضائي. طيب مين اللي حقق مع المتهمين؟ كان في القانون في شكله الأول في حاجة اسمها قاضي التحقيق. قاضي هو اللي بيكلف بإجراء التحقيقات عن طريق إحالة المحاضر وما إلى ذلك إليه ويحقق الدعوة. فهنا كان في فصل ما بين سلطتين المفروض إن هما متناقضتين، سلطة الاتهام اللي هي بتعبر عن حق الدولة في العقاب، وسلطة التحقيق اللي هي المفروض فيها أن المحقق محايد بيضمن وبيحافظ على حق الدولة في إنزال العقاب وحق الفرد في صيانة حقوق حريته وصيانة سلامة جسده وعدم تقييد حريته أو المساس بحرمة منزله أو غيره أو مراقبة اتصالاته ومراسلاته. فبالتالي لازم يكون المحقق محايد ما بين ده وده ويجري عملية التحقيق. اللي حصل إنه التعديلات اللي أدخلت في بعد كده في فترة الخمسينات والستينات اعتبرت النيابة جزء من السلطة القضائية، وأعطت للنيابة سلطتي الاتهام والتحقيق، وبقى القاضي التحقيق حاجة جوازية، يعني النيابة لو عندها قضية عايزة تحيل القاضي التحقيق توديها قاضي التحقيق، لو مش عايزة خلاص هي تجري التحقيق بنفسها. وبالتالي عمليا ألغي قاضي التحقيق بنسبة 99%
ويبقى بعض القضايا اللي من وقت للتاني ان هي بتحلها القاضي التحقيقي. طيب القانون الحالي او المشروع الجديد اللي هو محل الخلاف اضاف بقى بالاضافة للتعديلات دي انه وسع كمان من صلاحيات النيابة بشكل واسع جدا غير اللي كان اخدته في فترة الخمسينات والستينات، بما فيها انه ادى النيابة العامة الحق في ان هي تنتدب مأمور الضبط القضائي اللي هم اصلا رجال شرطة ان هم يقوموا بعمل من اعمال التحقيق. يعني لنا نتخيل ان هذا التسلسل حصل، ان الاول اللي كان بيقوم بعمل التحقيق قاضي، وبعدين في تعديل حصل في الخمسينات نقل هذه السلطة الى النيابة، وبعدين المشروع الحالي بيدي للنيابة الحق في ان هي تنتدب مأمور الضبط القضائي اللي هو رجل شرطة يقوم بعمل من اعمال التحقيق. يبقى التحقيق بتاعنا نزل من القاضي لضابط ضابط الشرطة. طبعا المشروع الحالي اعدته لجنة فرعية اتشكلت من جوه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان. تشكيل اللجنة ده كان عجيب جدا لانه اللجنة دي فيها 10 نواب من البرلمان، 7 ممثلين عن الحكومة، 4 ممثلين عن القضاء، 1 للنقض و1 لمجلس الدولة و2 للنيابة العامة، وبعدين 1 لنقابة المحامين و1 للمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويفترض انه يعني ده كده قوى المجتمع المدني والأحزاب وكله ممثل في هذا اللجنة اللي أعدت هذا المشروع أو رجعت مشروع اللي قدمته الحكومة. طبعا بيغلب على التشكيل بالأساس تمثيل الحكومة، عندنا 7 ممثلين الوزارات بشكل مباشر، وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابية، بالإضافة للبرلمانيين اللي هم أصلا من أحزاب مؤيدة للحكومة، ويبقى فقط هو ممثل وحيد من بره كل هذا التمثيل الحكومي هو ممثل نقابة المحامين. طبعا ده لما يصدر في بالاطار ده في 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 مناخ المفروض ان الدوله بتقول ان هي فاتحه الحوار المجتمعي حوالين كافه القضايا وكافه ما يشغل الراي العام، ده يتناقض مع الكلام اللي بتقوله الدوله. الدوله عامله حوار وطني في وادي، وقراراتها وارادتها في وادي تاني خالص، كأنه يعني الحوار الوطني ده اتعمل عشان يبقى مظلة يضحكوا بيها على الناس في الداخل وفي الخارج وفي كل حاجة، لكن اللي عايزاه الدولة بتمرره بعيدا عن الحوار الوطني، بدليل انه الناس اللي شاركت في الحوار الوطني قالوا احنا قدمنا توصيات متعلقة بالحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لا يتجاوز 3-4 مواد. فنتفاجئ كلنا ويتفاجئوا حتى بتوع الحوار الوطني ان في مشروع كامل للاجراءات الجنائيه بيصدر عدد مواده يتجاوز ال 550 ماده بهذا الشكل الكارثي. طبعا صدور المشروع كان مثل حاله من الصدمه عند كتير من المتخصصين، وبدا يبقى في حاله معارضه ليه، خصوصا من نقابه الصحفيين ونقابه المحامين ورموز من المحامين بشكل عام عرضت هذا المشروع يعني. وبدأت يبقى في حالة الخلاف والجدل اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت، وكل الناس بتقدم تصورات وتعديلات مختلفة، ونتج عن ده انه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عشان لقيت ان في معارضة أصدرت بيانين. البيان الأول اتهمت فيه كل اللي بيعارض مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه هو مغرض وعنده غرض شخصي وسياسي من وراء معارضة المشروع، وأن مش هدفهم لا الصالح العام ولا حريات المواطنين. وبالتالي بنتكلم على لجنة برلمانية مش لجنة أمنية طالعة تقيل الاتهامات لكل اللي عارض مشروع القانون. البيان الثاني طلع برضو بيقيل الاتهامات، لكن كان محدد بيتهم مين. كان بيتهم نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بشكل مباشر بسبب ان هو ومجلس النقابة والجمعية العمومية نقابة الصحفيين كان لهم رأي معارض لهذا المشروع، وقدموا الحقيقة ورقة قانونية
رائعة بتفند المخالفات الدستورية اللي في هذا المشروع وتعارضه مع العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي صدقت عليه مصر والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى. فكان رد متشنج وأشبه بالردود اللي بنشوفها من بيانات جهات أمنية مش من لجنة برلمانية. القانون طبعا فيه العديد والعديد من المشاكل، أعتقد أن الحلقة مش هتكون كافية لتناول كل الحاجات، لكن في سياق الحلقة بعد شوية نتناول المواد الأكثر كارثية واللي هي ممكن تبقى واضحة بالنسبة للناس أكتر من التفاصيل الخاصة بالمتخصصين أو المشتغلين بالقانون زي المحامين أو غيره، وهترك المجال بقى للإدارة إنه تقول لنا هنمشي إزاي في الموضوع مناقشة المشاكل دي. شكرا، ممتاز جدا أستاذ هيثم على العرض والمقدمة. بالفعل إحنا دلوقتي محتاجين نعرف بشكل في يعني تفصيل أكتر، ولكن بعيدا عن التخصص، يعني بنحاول نفهم إيه مواد خطيرة في هذا القانون هتكون مضرة للمواطن العادي. بس خلينا نروح دلوقتي لأستاذة مهنور بحيث تكلمنا من وجهة نظرها عن أبرز المواد الإشكالية في القانون الجديد. مساء الخير، مساء الخير جميعا. يعني قبل أي شيء يعني ربنا ينصر المقاومة، ده رقم واحد، ربنا ينصر المقاومة في فلسطين وربنا ينصر مقاومة تحصل في مصر للكوارث اللي النظام المصري الحقيقة بقى بيتفنن فإنه يحطنا فيها. يعني طبعا يعني هيثم شرح بشكل وافي وكبير جدا تركيبة اللجنة اللي طلعت القانون ده، بس احنا كمان ممكن نبص للجنة دي كمان بشكل مختلف، مش انها هي لجنة 23 فرد كلهم رجالة على ما اظن، ما فيهاش غير مسيحي واحد كمان، يعني قصدي انه حتى هي غايب عنها يعني اطياف حقيقيه للمجتمع. الحقيقه هي في الاول وفي الاخر هي لجنه امنيه تماما، وده دور وهدف الحقيقه القانون ده. يعني ما فيش حد شاف القانون ده غير وشاف انه هو تتويج الحقيقه السلسله بدأها السيسي من أول ما تولى الحكم، ومن قبل ما يتولى الحكم بشكل فعلي، يعني من أيام عدلي منصور، وهوسوا بفكرة تقنين الاستثناء أو تقنين الانتهاكات. الحقيقة هو بدأ سلمة سلمة، بدأنا بقوانين خاصة بالتظاهر، مع أنه كان في قانون التجمهر اللي هو لسه موجود، اللي هو من سنة 1914 برضو لسه موجود، ولكن عندنا قانون التظاهر في 2013، عندنا قوانين الإرهاب كلها، الجرائم الإلكترونية. يعني هو كان ماشي بخطوات ثابتة، تعديل طبعا مواد في الدستور، كان ماشي بخطوات ثابتة علشان يتوجها الحقيقة بالقانون الأكثر كارثية، قانون الإجراءات الجنائية. وليه يعني في رأيي، مش رأيي أنا يعني الواحد، رأيي مش مهم قوي، يعني ليه هو أكثر كارثية؟ لأنه الحقيقة هو مش بيطول فئة بعينها. يعني لو كان قانون التظاهر هو بيطول فئة من المعارضين، أو الإرهاب بيطول فئة من المعارضين أخرى أو كده، قانون الإجراءات الجنائية هو قانون يومي هيمشي علينا كلنا. الحقيقة التشكيلة اللي احنا يعني قلناها دي الحقيقة عملت انعكاس للقوانين اللي هي كانت مهتمة بيها، يعني مهتمة تحطها. يعني احنا بقالنا فترة طويلة جدا المجموعات النسوية والمنظمات النسائية كانت مثلا بتهتم بفكرة انه محتاجة قوانين خاصة بحماية الشهود. الحقيقة ده جزء من تسويق النظام لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه بالإضافة لموضوع الحبس الاحتياطي هو عامل مواد خاصة بحماية الشهود. هو بغض النظر إن القانون نفسه في حد ذاته هيخلي إنه
يعني هيحرم المتقاضين يعني من فكرة الشهود بشكل أساسي، لأنها هتجعلها جوازية للقاضي، ودي حاجة أساسية بالنسبة لنا كمحامين، يعني إن إحنا نبقى بنعتمد على الشهود لأنه ده الحاجة اللي بتبقى عادة في إيدينا. ولكن هو عمل في نفس الوقت تحت فكرة حماية الشهود إنه بيحمي، كانت الطلبات بتاعت المجموعات النسوية إنه في قضايا بعينها يبقى فيها حماية للشهود، هو الحقيقة فردها على كل القضايا. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه احنا بكل بساطة نقدر يقدر ضابط يقرر انه مصادره السرية اللي هي حاجة احنا برضو طول الوقت بنطعن عليها هي المصدر الاساسي، وانا مش هعرف مين الشخص ده، مش هقدر اواجهه يعني بشكل او باخر. فده من ضمن الكوارث الصغيرة اللي في القانون اللي النظام بيحاول يبيع بيها انه استجاب لمجموعات الضغط في انه عمل مواد لحماية الشهود. الحقيقة في مواد كمان خاصة بفكرة التفتيش، يعني المادة 48 مثلا كانت بتحط نص خاص بتفتيش النساء، والمشكلة في موضوع مثلا تفتيش النساء ده مثلا دي حاجة الحقيقة مش هياخد بال، يعني محدش هياخد باله منها من لجنة مكونة من رجال يعني تماما، انه خلى انه التفتيش يبقى عن طريق استعانة مأمور الضبط القضائي بإحدى النساء. ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا، كانت عاملة مشاكل كتير جدا في موضوع التفتيشات والانتهاكات، انه الضابط بيروح يجيب مثلا واحدة محتجزة عنده يأمرها بتفتيش اي حد من النساء موجود، فلو مثلا حصل انتهاك انت ما بتبقاش عارف ترجع على مين، لانك ما تعرفش مين الشخص ده، الست دي مين في الاخر، الشخص مقيد او جزء من السلطه يعني العامه. يعني في مواد يعني كارثيه كتير طبعا، منها الجزء الاساسي الخاص بفكره المحاكمات عن بعد. فكرة محاكمات عن بعد بدأت في وقت كورونا، وقت الكوفيد، والحقيقة هي الفكرة جاية أصلاً كانت من يعني الفرنساويين عملوها وحاولوا يعني يتوسعوا فيها بشدة يعني، وإحنا الحقيقة هي مطبقة دلوقتي في التجديدات الخاصة بالنيابة. بدأت الأول كانت في غرف المشورة، ولكنها دلوقتي حتى وصلت للنيابة ونيابة أمن الدولة، وإحنا عندنا قصص كتيرة جداً جداً لقد إيه الفيديو كونفرنس ده أو يعني التقاضي عن بعد يعني حرم ناس من إن هم يقدروا يقولوا الانتهاكات اللي بتحصل لهم في الأماكن اللي هم موجودين فيها. المشكلة إن هو عممها حتى في إجراءات التقاضي، ده أصلاً ضد فكرة علنية المحاكمة اللي هي فكرة أساسية من فلسفة القانون في حد ذاته، يعني فكرة القانون في حد ذاته كأداة ردع عام، إنه المفروض إنه يبقى فيه علنية في الجلسات. يعني دي الفكرة، إنه في أشخاص يجوا يحضروا الجلسات يشوفوا المتهم اللي عمل حاجة غلط بيتحاكم، فمفروض إنهم ما يعملوش ده نظريا يعني لو إحنا في يوتوبيا يعني. ولكن انت حتى حرمت، يعني حرمت ده هتعمل فيديو كونفرنس، المحامي مش هيبقى عنده القدرة انه يتواصل مع المتهم بشكل في مثلا انفراد، بالعكس ممكن كمان المحامي يضطر يروح اسم الشرطة اللي هيبقى موجود في المتهم. واحنا كمان بنتكلم على حاجات زي التحقيق مثلا اللي هي المتهم بيبقى محتاج يبقى موجود في مكان يشعر فيه انه بعيد عن تهديد الاشخاص اللي قبضوا عليه، اللي هم يعني الضباط اللي موجودين في القسم يعني. فده برضو مش يعني مشكله تانية كبيره بتبين انه في الاول وفي الاخر فلسفه القانون ده كله هي موجوده الحقيقه لتعظيم وحماية، لتعظيم دور رجال الشرطة يعني وحمايتهم في نفس الوقت. ده طبعا باين من التشكيل الموجود يعني في اللجنة.
في مواد بقى يعني هي من الألم مضحكة. يعني احنا مثلا مصر كان في مجموعات على استحياء بتحاول تبقى ضد عقوبة الإعدام مثلا. احنا دلوقتي بقى متخطئين الموضوع ده، احنا اوكي احنا لسه عندنا عقوبة إعدام طبعا ده ما تغيرش، ولكن في مادة مثلا من المواد كارثية اللي هي مادة 445 اللي هي بتخلي انه في حالة بعد تنفيذ عقوبة الإعدام انه لو ما تقدمش حد من أهلية المنفذ عليه عقوبة الإعدام خلال أسبوع لاستلام الجثة بتسلم لي للجامعات المصرية يعني كلية الطب. يعني مادة كارثية، كان احنا عندنا كانت المادة 477 كانت الحكومة بتدفن على نفقتها، يعني جثة من حكم عليه بالإعدام. احنا دلوقتي كمان عندنا حاجات لن يتخيلها الناس في الموضوع ده. يعني دي مجموعة من الـ يعني شوية مواد سريعة يعني الحقيقة موجودة. وده بس يخلينا نفكر انه في الاول وفي الاخر ده برضو القانون ده اللي بيعظم من دور رجل السلطة العامة مثلا، اللي هي برضو موجودة تعريف له يعني في القانون، مخلي انه من حق رجل السلطة العامة او من انه ومن مأموري الضبط القضائي ليهم دور كبير. فمثلا وسع موضوع مأمور الضبط القضائي، فمثلا بقى على مستوى الجمهورية، فبقى ممكن مندوب شرطة يمسك بني آدم في مكان تاني مش تابع للاسم، لي ضابط صف، معاون امن بقطاع الامن العام بوزاره الداخليه، اي حد معدي عدى على وزاره الداخليه كده ان شاء الله من حقه يعني يضبط اي بني ادم ويتعامل على انه مامور ضبط قضائي. الحقيقه هو ده الفكره الاساسيه في القانون ده كله. يعني القانون ده اتعمل بشكل اساسي في الوقت ده وبنسبة كبيرة هو القانون، بس عشان احنا طبعا نمنا قمنا عشان احنا مش مهمين يعني كمواطنين بأي شكل من الأشكال، لقينا انه في حاجة اسمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. احنا اكتشفنا انه لجنة شؤون الدستورية والتشريعية وافقت على تشكيل اللجنة الفرعية في 4 ديسمبر 2022، وانه اللجنة الفرعية دي اشتغلت حوالي سنة وشهرين، يعني من 28 ديسمبر واخر جلسة كانت 6 مارس 2024. الحقيقة في الوقت ده الدولة كانت بتروج لنفسها انها في مرحلة جديدة، عملت حاجة زي الحوار الوطني مثلا اللي كان اولى جلساته على ما اتذكر في مارس 2023، وما قالتش للناس اصلا انه في مشروع قانون كامل للاجراءات الجنائيه يعني. وبالعكس خلت انه حاجه باهميه الكلام عن الحبس الاحتياطي تبقى في اخر الجلسات عشان مش عايزين دوشه يعني كتير والناس تبتدي تدعبس ورا الموضوع. في المؤتمر اللي عملته نقابة الصحفيين كان في إعلان مشروعها، يعني النائبة مها عبد الناصر في البرلمان كانت بتقول إن هي وهي عضوة برلمان ما كانتش تعرف أصلاً إنه في حاجة زي دي أصلاً موجودة، وإنه فكرة إنه هي بقت عايزة توصل للمشروع في حد ذاته وبتحاول توصل للناس في اللجنة عشان توصل للمشروع. دي الفكرة اللي ورا الموضوع ده كله، انه فكرة انه القانون، احنا يعني كنا طول الوقت بنقول ايه، انه قانون الحاكم هو قانون الطبقة الحاكمة، لا هو قانون الحاكم هو قانون الفرد الحاكم، هو قانون السيسي. انا مش محتاج اني اتناقش، مش محتاج افتح حوار حتى ولو
ولو شكلي يعني كان ينفع يعني لو حتى عنده نية حقيقية للتجميل بشكل قوي يستغل حتى الحوار الوطني. لا هو أصلا ضحك على الناس بتوع اللي قرروا ان هم يدخلوا الحوار الوطني ده يعني واستغل الموضوع ده. يعني عندنا طبعا خلافات في الموضوع ده بس خلينا يعني نبقى ده نخليها لحاجة بعدين، بس قصدي استغل ده كله وقرر انه يطلع مشروع زي ده. مشروع زي ده تتويج ليه او يعني يمكن تكون المرحله النهائيه، لان احنا بقى لنا سنين من عهد بقى مبارك الحقيقه الموضوع ده. السلطه القضائيه بيتم امنتها، يعني انه احنا كان زمان عدد رجال الشرطه اللي بيشتغلوا في النيابه او القضاء ما كانش عدد كبير، كان فيه بس ما كانش بيبقى عدد كبير. احنا دلوقتي الحقيقه وبشكل يومي اللي بنقابله انه الاغلبيه العظمى الحقيقه من رجال النيابه العامه بالذات ورجال القضاء هم جايين من خلفية أمنية، كانوا ضباط شرطة في الأول في الآخر بقانون زي اللي موجود ده. إحنا لنا أن نتخيل التفسيرات واللي هي أورادي عاملة حماية لضباط الشرطة يعني وكل ما هو أمني، يعني هتفسر إزاي الحقيقة القانون ده جاي في الوقت ده. طبعا في تفسيرات كتير للناس يوم انه العرض الدوري الشامل بتاع الـ UPR بتاع الأمم المتحدة قريب جدا، فممكن ده يبقى جزء من الموضوع. الحقيقة احنا طول الوقت بنقول انه السيسي لا يهتم بمظهره الخارجي، هو طبعا يعني مقدم اللي عليه وزيادة يعني للنظام العالمي، ولكن هو الحقيقة من وقت للتاني بيحب يبين انه لا انا ماشي بالقانون وما الى ذلك. فاحنا عندنا الـ UPR، عندنا نهاية طبعا دورة مجلس النواب، وطبعا ده بيبقى احسن وقت انه تطلع قوانين انك تشوف مين هيبقى عنده ولاء كبير. ولكن في رأيي ان النقطة الاهم بقى هو ان القانون ده هيوسع حالات الاشتباه والقبض على كل المواطنين الفترة الجاية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية اللي عاملها نظام السيسي. الحقيقة احنا هندخل يعني قربنا ندخل على او يعني دخلنا على قربنا ندخل على مجاعة الحقيقة، والمواطنين وانا مش بتكلم هنا بقى الحقيقة على تحركات سياسية، ولكن هيبقى في حالة انفلات امني حقيقية مش مبنية على انه الناس حبت الجريمة، ولكن لانه هيبقى مفيش حل للمواطن المصري عشان يعيش ويأكل غير انه يتجه لحاجات خارجة عن قانون بنسبة كبيرة. ففشل الدولة، أو يعني هو مش فشل الحقيقة، هو خطة الدولة في تدمير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأسس الاقتصادية والاجتماعية لمصر عامة بتبقى محتاجة من الناحية التانية علشان تحافظ على نفسها مش على المجتمع ومش على الناس أداة قوية جدا وعنيفة وتبقى قانونية علشان نواجه بيها العالم أقدر أسيطر بيها على الناس. فالحقيقة هو قانون كارثي، يعني دي كلمة يعني قليلة، وقانون ده برضو معرفش ده يعني نقدر نقول عليه قانون ولا لأ، يعني والله أشبه بالفرمان، بس يتطلب مننا ان احنا الحقيقه كلنا يعني نقف ونتصدى له وما نتخيلش انه لن يطول اي فئه، هو هيطول الجميع، هو مش خاص بفئه معينه، يعني مش مطلوب من نقابه الصحفيين مثلا بس هي اللي تبقى بتواجه القانون ده او نقابه المحامين، مع انها للاسف مش بتواجه يعني حتى مش بتقول لنا احنا كجمعيه عموميه يعني ايه حتى التعديلات اللي هي طلبتها. يعني نظام ده مننا كلنا من كل المصريين الحقيقة يجب أن نتكاتف ونقف بشكل واضح ونعلن إنه القانون ده لن يمر، يعني ده ما ينفعش يمر بالشكل ده الحقيقة، وإنه هي المشكلة مش في ترسانة قوانين، المشكلة في إرادة سياسية، والإرادة السياسية لسه مستمرة في إنها إرادة قمع وإرادة ديكتاتورية بالأساس، فمش هيفرق معاها إنه يعني إنه تعديل القوانين يعني إنه هيحسن الأوضاع، لكن هي أسفة جدا للإطالة وشكرا. شكرا شكرا جزيلا أستاذة مهنور على العرض. خلينا نوجه نفس السؤال برضو لأستاذ هيثم عن من وجهة نظره إيه أهم المواد اللي هو شايفها إشكالية في مشروع القانون الجديد، ولو في مجال أنه يقرب الموضوع أكتر لغير المتخصصين
بأمثلة ليها علاقة بالحالة اليومية ومش بمصطلحات قانونية عشان الموضوع يبقى أسهل لينا يعني الباقي غير المتخصصين. اتفضل أستاذ هيثم. طيب تمام. طبعا المواد اللي فيها مشاكل كتيرة وضخمة جدا لأن المشروع كله فيه مشاكل كبيرة كارثية يعني. لكن هنحاول نركز على الحاجات اللي تمس الناس بشكل مباشر وبعيدا عن التفاصيل اللي تخص المتخصصين المشتغلين بالقانون. طيب من ضمن المواد اللي لفتت نظر كل الناس تقريبا اللي رجعت هذا المشروع المادة رقم 15 في القانون الحالي اللي هو الساري القديم يعني كان بينظم عملية ضبط الجلسة، بيدي لرئيس المحكمة الحق في ان هو يضبط سير الجلسة ويسيطر على القاعة من ناحية انه محدش يعطل سير المحاكمة، محدش يغلوش او يسير حاجة جوه القاعة تعطل سير المحاكمة، حاجة تخل بنظام الجلسة، واداله الحق في ان هو يضبط النظام الجلسة. ده طبعا بعدة اسباب، منها عشان سير الدعوة نفسه يمشي بشكل مظبوط، والحاجة الثانية عشان حفاظ على يعني هيبة المحكمة وما الى ذلك. قانون الجديد المشروع ادى لمحكمة الجنايات بدرجتين، لانه احنا عندنا محكمة الجنايات على درجتين، ومحكمة النقض ان هي اذا وقعت افعال خارج الجلسة بره المحكمة، ومن شأن الأفعال دي إن هي تؤثر على أوامر المحكمة أو الاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود أو في أي طلب منظور قدامها، إن هي تقيم الدعوة الجنائية على الشخص اللي قام بده. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه لو عندنا محكمة جنايات بتنظر قضية ما، مثلا زي قضية أكياس الدم الملوثة اللي كانت زمان ضد هاني سرور، أو قضية المبيدات المسرطنة، أو قضية قتل المتظاهرين، أو أيا كان، وبعدين في حد صحفي كتب تقرير عن القضية في مقالة في خبر في أي شيء، والقاضي شاف أنه المقالة دي تؤثر على سير الدعوة أو تخل بالاحترام الواجب للمحكمة، بقى من حق الرئيس الدائرة أنه يتصدى بنفسه ويحيل هذا الصحفي إلى محكمة الجنايات مباشرة للمحاكمة على هذا الأمر. وبالتالي كأنه أصبح كل حد في البلد محتاج ياخد إذن من رئيس الدائرة اللي بتنظر القضية قبل ما يكتب كلمة. الحاجة الثانية أنه هذه المادة بتلغي فكرة الرقابة الشعبية على أعمال أجهزة الدولة ومنها جهاز القضاء. يعني لما يكون في قضية كبيرة منظورة قدام المحكمة، محكمة الجنايات، بتهم المواطنين يعني، وناس بتكتب عنها على فيسبوك على تويتر آرائها الشخصية في الموضوع، أصبح بهذه المادة كل شخص ممكن يكتب بوست أو تويتر على قضية منظورة قدام محكمة الجنايات إنه ممكن هو نفسه يحال إلى المحاكمة الجنائية. وبالتالي المادة دي فيها اعتداء على حرية الصحافة، فيها اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وفيها اعتداء على فكرة الرقابة الشعبية على أعمال القضاء اللي هي وفقا للدستور انه المفروض ان الشعب ده هو مصدر كل السلطات. الحاجة الأخيرة هي في اعتداء على حصانة الدفاع، بمعنى انه لو محامي عنده قضية منظورة امام المحكمة وتسأل من صحفي او تسأل من أهلية المتهم او تسأل من اي شخص ما حوالين تفاصيل سير الدعوة وقرر انه يدلي بأقوال قانونية وأقوال أخرى تعبر عن رأيه الشخصي في سير الدعوة، المحامي نفسه ممكن يعرض للإحالة للمحاكمة بسبب ده. طيب اللي اتقال من اللجنة التشريعية لتبرير هذه المادة قالك علشان ندي للمحكمة حقها في حفظ إجراءاتها وهيبتها وإنه محدش يخل بسير الدعوة. طيب ماشي، طب أنت ليه حصرتها في الجنايات والنقض؟ يعني محكمة الجنح مثلا ملهاش هذه القيمة، ما انك تحافظ عليها وعلى سير الدعوة قدامها، انت استبعدت محكمة الجنح، خليت محكمة الجنايات والنقض فقط.
في هذه المادة، وبالتالي هو التبرير واهي، وأنه الهدف الأساسي هو أن منع الناس من التعاطي مع الأمور المنظورة أمام القضاء عشان الأمور تحصل وتخلص بعيدا عن الرقابة الشعبية أو المشاركة الشعبية. النقطة الثانية، المادة الثانية مثلا مادة متعلقة بالتصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام والعدوان على المال العام، مادة 22 من القانون. هذه المادة عملت تشكيل لحاجة غريبة جدا للجنة في مجلس الوزراء، بيشكلها مجلس الوزراء لجنة تصالح، بمعنى أن لو عندنا شخص موظف عام فاسد أو وزير أو أي شخص استولى على المال العام وتقدم للمحاكمة الجنائية والنيابة بدأت مع التحقيق، من حقه يقدم طلب أو وكيله يقدم طلب لهذه اللجنة، لجنة التصالح اللي موجودة جوه مجلس الوزراء وتشكيلها كله من المسؤولين حكوميين مش قضائيين، فتنظر الطلب بتاعه ويحصل ما بينهم تفاهمات على مسألة رد جزء من المال العام أو تقسيط الرد أيا كان الطريقة اللي يتفاهموا بها مع بعض. فإذا وصلوا لاتفاق يتحول هذا الاتفاق إلى حكم بات ونهائي في مسألة الفساد اللي حصلت، وإنه وفقا لهذا الحكم اللي هو طالع أصلا من جهة حكومية مش جهة قضائية، يروح يتقدم بطلب للنائب العام انه يوقف التحقيقات في القضيه لو شغاله في التحقيقات، او يلغي العقوبه لو كان صدر فيها حكم بالادانه. ده طبعا بيفتح الباب انه لو في فاسدين من موظفين الدوله او من الوزراء او غيره، يعني من كبار الموظفين، واتحكم عليه او التحقيقات بدات ضده، انه لو له حد في مجلس الوزراء يعرف يخلص له الموضوع ده، يخلص الموضوع بعيدا عن النيابة وبعيدا عن القضاء، وبالتالي أصبح في تحصين للفساد، وبقى الموضوع الأمر متعلق برضا الحكومة من عدمه عن الشخص الفاسد. لو الشخص الفاسد ده الحكومة عايزة تخلص له مشكلته، هتخلص له أموره عن طريق لجنة التصالحات. وبمعنى باختصار شديد أن هذه المادة استبعدت تقريبا القضاء في ان هو ينظر قضايا الفساد، الا القضايا اللي الحكومه هتكرر انه خليها تكمل، لكن كل شخص ممكن يصار عليه، ممكن قضيته تثير الراي العام ويحصل بسبب قضيته حاله من الجدل ومن النقاش وحتى من الغضب الشعبي، لو الواقعة فجه جدا وفيها استيلاء واسع على مال عام زي القضايا اللي شفناها بتاعت أرض مدينتي أو أكياس الدم الملوثة أو المبيدات المسرطنة، أيا كان يعني القضايا اللي فيها فساد، ممكن تخلص عن طريق لجنة التصالحات دي في مجلس الوزراء، ونخلص من مسألة الدعاية اللي ممكن تحصل على قضية فساد. فطبعا مادة كارثية. مادة تانية من هذا المشروع اللي هي خاصة بمأمور الضبط القضائي. يعني إيه مأمور ضبط قضائي؟ مش كل أفراد الشرطة عندهم صلاحية تنفيذ القرارات القضائية، بمعنى أن النيابة تصدر أمر بالقبض والتفتيش، في أشخاص محددين النيابة بتكلفهم بتنفيذ هذا الأمر، الأشخاص المحددين دول اسمهم مأموري ضبط قضائي، زي رئيس النيابة ومعاون النيابة وضباط المباحث وضباط الشرطة من الأمن العام وغيرهم والمساعدين بتوعهم. وقانون الإجراءات بيحدد الأشخاص دي على سبيل الحصر، إن دول هم مأموري الضبط القضائي. في المشروع الجديد أضاف لضباط الشرطة وضباط الصف والمساعدين مندوب الشرطة ومعاونه الأمن، أضيف لموضوع مأمور الضبط القضائي دلوقتي قطاع الأمن الوطني، الضباط والأمناء والمساعدين وكل اللي شغال في الأمن الوطني بقى ليهم صفة الضبطية القضائية. هم الأول كانوا جهاز معلومات وفقط، مش من حقه لا يقبض ولا يحتجز، لكن دلوقتي وفقا للقانون الجديد هيقبض ويحتجز يعني. وده جاي في إطار الفلسفة القانون كله على بعضه اللي بيوسع من صلاحيات الشرطة والنيابة ويخصم من صلاحيات القضاء. على سبيل المثال في المادة 116 من المشروع القانون الكارثي ده، ادى الحق للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة ان هي تدي
إذن لمأمور الضبط القضائي اللي بما فيهم قطاع الأمن الوطني إن هم يراقبوا لمدة 30 يوم قابلة للتجديد، يراقبوا الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء متعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها تراقب أي شخص بناء على يعني طلب من الشرطة. طبعا المادة دي لو كانت الإذن ده بيصدر بسبب جريمة ارتكبت بالفعل يعني قد يكون مقبول، لكن لما يبقى انه ده حق للنيابة مطلق بمعنى انه ممكن ما يكونش فيه جريمة ارتكبت فنتفاجئ انه الناس طلع لها إذن صادر ضدها إذن لصالح الشرطة انها تبقى متراقبة اتصالاتها ومراسلاتها وبريدها الإلكتروني وهواتفها وكل شيء تقريبا تحت مراقبة الشرطة. ده طبعا كلام مخالف للدستور في المادة 57 اللي هي بتتكلم عن انه للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وانه اذا كان في اذن لحد علشان يراقب الاتصالات لازم يكون بسبب جريمة وقعت بالفعل ويكون لمدة محددة ولإجراء محدد. طبعا النص هنا عام وواسع جدا وده بيشكل خطورة كبيرة جدا جدا. الأول ده كان حق مش للنيابة، ده كان من اختصاص القاضي الجزئي، يعني النيابة لو عايزة تراقب تليفون حد ارتكب جريمة لازم تطلب من القاضي انه يصرح ليها ولمأمور الضبط القضائي انه هو يراقب تليفونه او اتصالاته المختلفة. وبالتالي انت بهذا الشكل ممكن تحط كل وسائل اتصال المواطنين المختلفة السلكية واللاسلكية والبريد الإلكتروني والمواقع التواصل تحت المراقبة الشرطة بلا ضوابط. الحاجة الثانية طبعا متعلقة بموضوع حقوق الدفاع، وهي حاجة غريبة جدا انه هذا المشروع اعطى للنيابة سلطة ان هي تمنع المحامي من الكلام اذا شافت ان ده من مصلحة التحقيق. طيب ويرجع في نص اخر يتكلم انه لو حصل وانه الشرطة عملت اجراء باطل او النيابة عملت اجراء باطل في التحقيق اثناء حضور المحامي وما اعترضش عليه يبقى هذا الاجراء يتحول الى اجراء صحيح. يعني من زاوية النيابة تقدر تمنعني من الكلام اذا حبيت اثبت ان في مخالفة للقانون وان المخالفة دي تشكل اجراء باطل، ومن زاوية اخرى اذا انا ما اعترضتش على الاجراء الباطل يتحول الى اجراء صحيح. طبعا ده في اخلال بحقوق المتهم نفسه في فكرة المحاكمة العادلة والمنصفة، واخلال بحق الدفاع انه يثبت دفاعه في اي وقت هو بيراه. طيب في الواقع العملي ايه المقصود بفكرة ان انا يمنعني من الكلام وانا احتاج اتكلم؟ انه مثلا يحظر على عضو النيابة ان هو يقول اسئلة فيها التفاف على المتهم، لانه ده ممكن يبقى محاولة للايقاع به في اقوال هو مش عايز يقولها، فانا من حقي ان انا اثبت ملحوظة في الوقت ده اقول انه اسئلة النيابة التفافية وان ده يخالف القانون وان ده يبطل التحقيقات، هو بقى هيمنعني من ان انا اقول الكلام ده. او انه رئيس النيابة او الوكيل النيابة هو بيحقق مع المتهم عنفه بالكلام هدده، يعني من حقي كدفاع ان انا اثبت ملحوظة في منتصف التحقيق مش في اخر التحقيق اقول فيها انه رئيس النيابة تجاوز وانه بيسأل المتهم بطريقة فيها تهديد او ترويع او تعنيف، وبالتالي ده يبطل التحقيق لان كل قول او فعل بيصدر تحت التهديد لا يعول عليه. لو انا سكت وما اثبتش الملحوظة هيتحول هذا الفعل اللي بيبطل التحقيق الاجراء الباطل الى اجراء صحيح. فطبعا اخلال جسيم جدا بموضوع بفكرة حق المتهم في المحاكمة العادلة وحق الدفاع في ان هو يبدي دفاعه في بالطريقة اللي هو شايفها تحقق تحقيق القانون، يعني تنفذ القانون. كتير بقى من المواد على هذا المنوال جت في هذا المشروع.
طيب ايه تاني بقى في هذا المشروع كارثة؟ الاحكام الغيابية. وارد جدا اكون انا مسافر او موجود في البلد وما جاليش اعلان ولا حاجة باي قضية واتفاجئ ان انا عندي حكم غيابي يظهر كده وانا ماشي في كمين ولا في اي حاجة، او حد يجي بلغني يقول لي انت عليك حكم غيابي. المفروض ان الحكم الغيابي في عرف القانون وفي القانون القديم يعني انه غير واجب النفاذ، ده بمجرد ان انا بعمل عليه معارضة كأنه لم يكن، بعيد محاكمة تاني بعد المعارضة دي، وانه الحكم نفسه ما بيترتبش عليه شيء غير انه فقط الشرطة لو قابلتني في الشارع ممكن تقول لي انت عليك حكم غيابي لازم تعارض فيه دلوقتي، فخلال 24 ساعة بتتعمل المعارضة وخلاص وبنعيد المحاكمة من الاول، ولو هي جناية بنعمل حاجة اسمها اعادة اجراءات. جاء القانون الجديد ده عمل ايه بقى؟ قال كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم بيستلزم حتما حرمانه من التصرف في امواله او ان يديرها، وبدأ يرتب عقوبات بقوة القانون على الحكم الغيابي. يعني انت وانت ماشي في الشارع كده تتفاجئ ان انت ممنوع من التصرف في اموالك وانه تعين لك حد يدير اموالك من غير انت ما تعرف ان عليك حكم، ومن غير ما تعرف ان انت بقيت ممنوع من التصرف في اموالك، وده بحكم غيابي، انت لا ابديت في دفاعك ولا قلت اقوالك ولا اي شيء في الدنيا، محضر شرطة راح للنيابة والنيابة ودته محكمة الجنح صدر حكم غيابي عشان انت ما تمش اعلانك، فتتفاجئ ان انت صدر كمان عليك عقوبات بناء على هذا الحكم الغيابي متمثلة في منعك من التصرف في اموالك. وبقى اصبح الحكم الغيابي كأنه واجب النفاذ، ده بالمخالفة لكل القوانين اللي موجودة في العالم وكل السوابق القضائية اللي موجودة في مصر. طبعا ده برضو من ضمن الكوارث والحاجات الجديدة والعجيبة. موضوع استخدام مبررات المبرر المحاكمة من بعد او استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في سير المحاكمات والتحقيقات اللي اتكلمت عنه الزميلة مهنور في بداية الجلسة. هما عايز يقولك انا عايز استخدم التكنولوجيا في موضوع المحاكمات خصوصا في لحظات او في فترات الطوارئ اللي زي فيها وباء زي كورونا وكده. فالمتهم بدل ما يجي من السجن، وهو طبعا انت عارف المتهم في السجن هيبقى مش مصاب بكورونا ولو جه النيابه واحنا ممكن نعديه، فاحنا مش عايزين نجيبه من السجن فهنشوفه بالكونفرنس من بعيد علشان ما نتعبش المتهم. الحقيقه انه ده لما ناخده في اطار الواسع اللي بينظمه القانون ان هو ينفع يعمل التحقيقات عن بعد والمحاكمات عن بعد وتجديد الحبس عن بعد، في الواقع العملي ايه اللي هيحصل؟ في الواقع العمل عندنا متهم مثلا على سبيل المثال قبض عليه امن الدوله واخدوه حققوا معاه في الاسم او في مقراتهم اللي في داخل الاسم، وبعدين قرروا ان هم يعرضوه على النيابه فيخرجوه من الغرفه اللي هو كان بيتحقق فيها معاه من ضابط الامن الوطني للغرفه المجاوره مباشره، وهو الضابط نفسه ممكن ياخده بايده ويدخله الغرفه المجاوره مباشره عشان يلاقي نفسه قدام شاشه وكيل النيابة عن بعد بيحقق معاه في القضية تحقيقا لفكرة استخدام التكنولوجيا. طبعا ده يخلي المتهم تحت رهبة وتهديد وترهيب وترويع وأكتر من كده، أحيانا قد يكون تحت تعذيب ويبقى خايف ويتورط في أقوال تضره وهو وهي أقوال مش حقيقية أو هو ما كانش المفروض يقولها لو كان بيتحقق معاه. ففكرة انه يتحقق معاه من داخل مقرات الشرطة دي بتضع المتهم تحت ضغط ترهيب مقر الشرطة في حد ذاته، بمعنى انه تغيير المقر بيخلي المتهم في حالة اهدى بكتير. لو خرج المتهم من اسم الشرطة راح لمبنى المحكمة بيحس انه بقى بعيد نسبيا عن سلطة الضابط اللي كان بيحقق معاه او اللي قبض عليه او اللي كان بيعنفه او اللي كان بيعذبه، فشويه بيستأنس بمبنى المحكمه. فكون ان هو يتحقق معاه في مبنى الشرطه دي كارثه، خصوصا كمان لو حطينا في الاعتبار طيب المحامي هيحضر مع المتهم من مبنى النيابه ومبنى المحكمه ولا من مبنى الشرطه. قال لك المحامي يحضر من المكان اللي هو عايزه، عايز يحضر من عندنا من المحكمه يجي يقعد جنبي وكيل النيابه ويبقى شايف المتهم في الشاشه ماشي، عايز يروح يحضر من اسم الشرطه ماشي. طيب امتى وازاي المحامي ممكن ينفرد بالمتهم عشان يسمع منه اذا كان اتعذب ولا لا؟
لو سألوا من خلال وجوده في النيابة هيبقى النيابة سامعة والضباط اللي الناحية التانية سامعين اللي في الاسم. طيب لو راح الاسم هينفرد بالمتهم فين؟ هيخرج بيه من القاعة اللي فيها تصوير، يخرج في الطرقة اللي فيها الضباط واقفين بره، ويدخل خناقة مع الشرطة إذا كان منفرد ولا مش منفرد. الحاجة التانية، طيب إذا منع المحامي من دخول مبنى مديرية الأمن مثلا اللي من خلالها بيجري التحقيق، علشان أصله مدير الأمن دلوقتي خارج ففي حالة طوارئ في المديرية، فأنت مش هينفع تدخل، من فضلك يا أستاذ ابعد عن البوابة دلوقتي. إزاي أنا ممكن أدخل مديرية الأمن أحضر مع متهم أنا أصلا مش عارف هو بيتحقق معاه في أنهي غرفة فيها التصوير؟ وبالتالي في إخلال وفي عدوان على حق الدفاع، وفي عدوان على فكرة إنه المتهم يبقى قدام قاضيه الطبيعي، وقاضيه الطبيعي مش إنه يبقى رئيس النيابة هو اللي محقق معاه من خلال الشاشة، قاضيه الطبيعي بما فيه المقر القضائي اللي المفروض يبقى موجود جواه المتهم، علشان يبقى مطمن وبعيد عن أي تهديد أو ترهيب وهو بيقول أقواله. لأن في فرق شاسع ما بين مقر الشرطة ومقر المحكمة، ولازم كمان يبقى فيه ضمانة للمحامي الدفاع انه يقدر ينفرد بالمتهم ويقول له حقوقه ويقول له الحاجات ويسأله اذا كان اتعرض لشيء ممكن يهدد حسن اقواله، يعني او يعني ممكن يهدر اقواله دي نفسها اذا كان اتعرض للتعذيب. فبالتالي كل اقرار عمله في محضر جمع الاستدلالات باطل، كل اقوال ممكن يقولها في النيابة من غير ما يطمن انه هو مش هيرجع للاسم يتعذب تاني هتبقى باطلة، ويقدر يثبت ده في محضر الجلسة. لكن ان يبقى المتهم في مديريه الامن ورئيس النيابه قاعد في نيابه امن الدوله العليا، والمحامي محتاس ما بين المقرين، والمتهم قاعد مرعوب في الغرفه المجاوره مباشره للغرفه اللي كان بيتعذب فيها بيتحقق معاه في قدام النيابه، ده كلام يعني غطى موضوع استخدام التكنولوجيا هدفه اهدار حقوق الناس والمتهمين. فبالتالي كل الفصل بتاع اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد ده لازم يحذف، لازم يتلغي إن لم يكن المشروع كله، يعني ما ينفعش إنه يعدي. وحيستخدم أسوأ استغلال ممكن نشوفه في الواقع العملي. طبعا دي واحدة من المواد الكارثية الأخرى اللي احنا حبينا نشاور عليها. من الحاجات التانية اللي احنا طول الوقت كنا بنطالب بيها لأنها بتشكل أزمة ضخمة لينا في الواقع العملي، أنه تحيات النيابة ملهاش سقف. متهم بينزل بناء على محضر الشرطة تحريات أو بناء على التلبس اللي هم قبضوا عليه، بينزل قدام النيابة أمن الدولة على سبيل المثال، بيتحقق معاه في جناية أو جنح أيا كان، وبعدين بعد سنة بعد سنتين بيخلى سبيله. طيب التحقيق ده بقى اللي هو قعد سنتين متهم في حوزة النيابة يتحقق معاه لمدة سنتين، ما هتقدر تجيبه في أي وقت من الاسم أو من السجن تقول له أنا عايز أستكمل معاك التحقيق. وبعد سنتين ما كانش فيه دليل واحد يخلي النيابة تحيله إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، تخلي سبيله وبعدين يفضل التحقيق نفسه مفتوح إلى أجل غير مسمى. ده إيه مشكلته؟ أولا بالنسبة للعمال والموظفين، العامل او الموظف اللي بيتهم في جنايه او جنحه شركته او المؤسسه اللي بيشتغل فيها بتوقفه عن العمل لحين الفاصله في الدعوه. طالما انت متهم هتصرف نص الاجر الاساسي لحد ما ونوقفك عن العمل لحد ما يتفصل في الجنايه او الجنحه اللي انت متهم فيها. طب امتى هيتفصل في الجنايه او الجنحه اللي انا متهم فيها؟ ده ملوش وضع في القانون، ده امر مفتوح للنيابه، فيفضل التحقيق مفتوح الى ما شاء الله. ده كلام ما ينفعش. احنا بنطالب انه النيابة تتصرف في التحقيق اما بحفظ الاوراق او بالاحالة لمحكمة الجنح او الجنايات في مدة زمنية محددة، وهي المدة الزمنية هي مدة الحبس الاحتياطي. يعني اذا كانت النيابة من حقها تحبس المتهم وفقا للتعديلات الجديدة اذا كان متهم بجنح 4 شهور، يبقى اقصى حاجة في التصرف في الاوراق 4 شهور. لو في دليل ودي محكمة الجنح، مفيش دليل تحفظ الاوراق عشان يرجع شغله ويستلم بقيه مرتبه اللي اتخصم منه ويرجع يمارس عمله، لانه نص الاجر الاساسي ده ما ياكلوش عيش، يعني اذا المرتب كله ما بياكلوش عيش. النقطه الثانيه انه اذا متهم في جنايه وفقا للتعديلات الجديده يتحبس 12 شهر. تمام، يبقى بعد 12 شهر حضرتك هتحفظ القضيه توديه محكمه الجنايات، ولو القضيه جنايه بس معاقب عليها بالمؤبد او الاعدام الحبس الاحتياطي فيها هيبقى 18 شهر سنه ونص.
يبقى حضرتك برضو بعد سنة ونص المفروض تحفظ القضية أو توديني محكمة الجنايات لو أنت عندك دليل، علشان أقدر لو أنا عامل أو موظف غلبان شركتي أو مؤسستي عملت لي إيقاف عن العمل لحين الفصل في الدعوة أرجع أستلم شغلي وأصرف مرتبي. تاني شيء، فكرة أن يبقى في تحقيق مفتوح إلى ما لا نهاية هو سيف مسلط على رقبة المتهم اللي هو اللي أخل سبيله واللي ما فيش أي دليل ضده، أنه طول الوقت هو ماشي في الشارع هو مخل سبيله على ذمة التحقيق، ما موجود في درج نيابة، ما هو مش، فبالتالي أصبح الاتهام يعني المفروض أن المتهم بريء حتى تثبت يعني تثبت إدانته. النهاردة هيبقى المتهم متهم إلى ما شاء الله إلى الأبد وتحت سيف النيابة طول الوقت. حضرتك تقدر تحفظ التحيات، وإذا ظهر دليل في أي وقت من الأوقات تقدر تستعيد الدعوة دي من الحفظ، تستعيد التحيات من الحفظ، وتراجع قرارك بالحفظ وترجع تحقق مع المتهم. لكن أن يبقى التحقيق نفسه مفتوح بلا قرار، بلا قرار حفظ أو إحالة، ده بيسبب مشاكل في الواقع العملي ضخمة جدا، وخصوصا للعمال وللموظفين. فطبعا ده القانون بيرسخ ده وسايب للنيابة تحفظ التحقيق وقت ما تحب او ما تحفظوش براحتها. الحاجه الثانيه انه مساله سماع شهود الاثبات او شهود النفي بقى الامر جوازي لسلطه التحقيق او للمحكمه. يعني انا محامي، المفروض المتهم هو اضعف خصم في الدعوه الجنائيه. عندنا سلطه الاتهام المتمثله في الشرطه والنيابه، وعندنا محكمه الجنايات او محكمه الجنح اللي ممكن تحكم بالسجن او بالحبس على المتهم. عندهم كل أدوات البحث والتحقيق في الجريمة. النيابة تقدر تنتدب خبرة، تقدر تكلف الطب الشرعي، تقدر تطلب تحريات المباحث، تقدر تنتقل للمعاينة، تقدر تسمع شهود إثبات من ضباط الشرطة، شهود إثبات من المواطنين. كل أدوات التحقيق في الجريمة أو إثبات الدليل في إيد النيابة وفي إيد المحكمة لأنها بتعمل تحقيق نهائي. طب المتهم اللي هو أضعف حلقة في الموضوع في إيده إيه؟ مفيش في إيده حاجة غير شهود النفي. ان انا لما يقولوا لي انت كنت موجود على مسرح الجريمه اجيب حد يشهد ان انا كنت في الشغل، كنت في الجامعه، يقول لا الراجل ده الساعه الفلانيه كان موجود معايا في المدرج، كان موجود معايا في المصنع، ما كانش موجود على مسرح الجريمه، ما كانش في المظاهره. بقى من حق النيابه ومن حق المحكمه ترفض تسمع شاهد النفي. الاول كان يعني يجب عليها ان تسمع اقوال الشهود، دلوقتي هيبقى الامر جوازي بالنسبه لها وتقديري بالنسبه لها. فاصبح حتى المتهم ممنوع من الدفاع عن نفسه او مقيد في الدفاع عن نفسه انه يجيب الادله اللي تثبت براءته، وهم معاهم كل الادوات وكل الادله اللي ممكن تثبت ادانته. فحتى الدليل الوحيد اللي في ايد المتهم بقى امر جوازي ممكن النيابه تاخد بيه او ما تاخدش بيه وفقا لتقديرها فيما يتعلق بسير التحقيقات. طبعا كتير وكتير من المواد لو استرسلنا مش هنخلص في هذا المشروع الكارثي اللي بيهدر قواعد العدالة المنصفة، بيهدر حرية الصحافة في مراقبة المحاكمات، بيهدر حق الدفاع وضمانات المحامي. المادة 242 على سبيل المثال اللي نقابة المحامين طلبت بتعديلها، وهنا يعني في كارثة أخرى متعلقة بالنقابة نفسها اللي مقدمة ورقة بتطلب فيها تعديل بعض المواد، والجمعية العمومية لنقابة المحامين لحد اللحظة ما تعرفش الورقة دي مكتوب فيها ايه. نقيب المحامين ومجلس النقابة مقدم ورقة بيعترض على المشروع، لكن الورقة دي سر محدش عارفها، يعني محدش يعرف النقابة طلبت ايه من اللجنة بالظبط. 242 بتقول لو مفيش تلبس بالجريمة المحامي محمي بقانون المحاماة في جرائم الجلسات. يعني ايه في غير حالة التلبس؟ كل فعل ممكن يقع من المحامي اثناء الجلسة هو في حالة تلبس. فكأنه يعني عرفش بتحكوا علينا ولا بتحكوا على مين بالظبط. يعني باختصار بلغة بسيطة، المحامي ممكن يبدر منه شيء المحكمة ترى فيه انه جريمة بسيطة فتستوجب المحاكمة التأديبية، او تشكل جناية فتستوجب المحاكمة الجنائية. القانون القديم ما ينفعش انه القاضي يعمل حاجة غير انه يكتب مذكرة ويحيلها للنيابة العامة والنيابة العامة تحقق. فلو مخالفة بسيطة بتروح محكمة تأديبية، لو
بتشكل جريمة فعلا اللي بيتحقق مع المحامي كمتهم. لا دلوقتي بقى المحكمة هتحيل المتهم، هتحيل المحامي مباشرة للنيابة، مش هتكتب مذكرة، هتحيله مباشرة كمتهم من قدام المحكمة. لو وقعت منه جريمة في حال التلبس، ما كل اللي هيحصل قدام المحكمة هيبقى في حال التلبس. يعني انت الضمانات والحصانة بتاعتك اللي موجودة في قانون المحاماة على عيني وعلى راسي، بشرط ان يكون الجريمة غير متلبس بيها. ازاي يعني؟ انا هطلع بره القاعة اشتم المحكمة وارجع تاني جوه القاعة فتبقى التالي الجريمة مش متلبس بيها. فمهم يعني في اعتراض كبير. نيجي بقى لنقطة نقابة المحامين اللي كان الزميل في بداية الجلسة اتكلم عنها. طبعا كان من للأسف الشديد انه كان دور نقابة الصحفيين اكثر شفافية واكثر قوة واكثر احترافية في مناهضة هذا المشروع اكثر من نقابة المحامين، رغم انه القانون بالطبيعة يعني نقابة المحامين الاقرب للاعتراض عليه لانه بيمس النقابة وبيمس حقوق الدفاع وغيرها وبيمس يعني حتى مهنة المحاماة ان الناس تبقى تعرف تشتغل. ولكن ده بيبين لنا الفرق ما بين نقيب الصحفيين المنتخب اللي هو عنده انحياز لقضايا الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ونقيب المحامين اللي بيمثل الدولة ومصالحها في النقابة. وبالتالي مذكرة نقابة الصحفيين أعلنت في مؤتمر صحفي وعلق عليها عدد من القانونيين ووزعت على الصحفيين، وإحنا أخذنا نسخ وكل الناس عارفة، وأرسلت للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبرلمان وأعلن عنها بشكل واضح ومحدد. مذكرة نقابة المحامين لحد النهاردة كأنها الخريطة العسكرية لمصر، محدش عارف عنها أي شيء غير التسريبات اللي طلعت من اللجنة الدستورية اللي بتقول احنا وافقنا على تعديل المادة 242 بناء على طلب نقابة المحامين. بمعنى ان نقابة المحامين ما بلغتش الجمعية العمومية بتاعتها هي قدمت ايه واعترضت على ايه اللجنة التشريعية. ودي واحدة من القضايا اللي تخلينا احنا كمحامين محتاجين نحرر نقابتنا من هذا المجلس ومن المجالس اللي شبهه، عشان يبقى في نقابة حقيقية تدافع عن مصالحنا وتقف ضد النوع ده من مشاريع القوانين اللي بيهدر مهنة نفسها وحقوقنا احنا كمحامين كدفاع امام المحاكم والنيابات واقسام الشرطة، ويخلق لنا او يحافظ على حصانتنا واحنا بنمارس دورنا، لان احنا ممكن نتعرض لهذا لتعسف شديد في الموضوع ده. يعني في موضوع مثلا المحاكمة عن بعد، لو افترضنا ان في متهم بيتحقق معاه من داخل اسم الشرطة والمحامي حاضر من داخل اسم الشرطة، بعدين المحامي طلب إثبات وقائع تعذيب أو احتجاز في أماكن غير مخصصة أو أي شيء ما، وخصوصا لو كان هذا المتهم مثلا سياسي من بينتمي لحزب سياسي ما، وارد أن المحامي ما يخرجش من الاسم وهو بيمارس عمل. يعني لما يكون موجود قدام النيابة في مبنى محكمة أنا محمي بأنه كل محكمة فيها فرع لنقابة المحامين، في أوضة للمحامين، في زمايلي حواليا، لأنه المحكمة هي المكان الطبيعي لتواجد المحامين. فأي شيء، أي خلل، أي تجاوز للقانون، مش بس معايا الحصانة القانونية المجردة اللي موجودة في النص، لا، معايا كمان جمعية العمومية ومعايا زملائي ومعايا نقابتي موجودة جوه المحكمة. لكن أنا في مديرية الأمن هجيب الكلام ده منين؟ بعد ما اخرج من غرفه التصوير اللي بتحقق مع بتاع الضابط يحط ايده على كتفي ويقول لي طب تعالى بقى عشان عايزينك تشرفنا شويه في الاوضه اللي جنبها، ده كلام طبعا في الواقع العملي هيبقى مأساوي، ولو مره هتبقى كارثه كبيره. وكان يجب ان دور نقابه المحامين يكون اقوى بكتير واكثر شفافيه من كده، وده هيوصلنا بقى ان احنا محتاجين نشوف نقابتنا نعدل وضعها. انا اسف على الاطاله. شكرا. شكرا هيثم. يعني في الحقيقه انت تعرضت لكتير من النقط اللي كنا يعني ناويين نتكلم فيها. كنت حابب نرجع تاني للنقطه بتاعه السريع، عن النقطه بتاعه الحبس الاحتياطي في القانون الجديد. استاذه مهنور لو حابه تعلقي سريعا على الموضوع. طيب اوكي. طيب هو الحاجه اللي النظام بيحاول عامه يسوق بيها القانون ده كقانون مختلف هي موضوع الحبس الاحتياطي.
فكرة إنه تقليل مدة الحبس الاحتياطي، إنه يبقى فيه ليها سقف معين. أنا على ما أظن هيثم كمان شرح المشكلة اللي بنواجهها، إنه في سقف الحبس الاحتياطي بس الدعوة نفسها ما لهاش سقف، فده بيعوض ده في الآخر. إحنا الحقيقة دلوقتي في اللحظة العملية اللي إحنا موجودين فيها، وأنا يعني شايفة كده يعني في الناس اللي بتسمع زملاء، يعني فيهم ناس يعني بشكل يومي بيواجهوا ده، إنه إحنا دلوقتي علشان النيابة تحاول تلحق قبل القانون ده، في عندنا قضايا بقالها 4 و5 سنين الحقيقة حبس احتياطي، هم بيحاولوا يحلوها دلوقتي عشان ده حاجة مفتوحة هتدي مساحة مفتوحة تصلح بيها الأخطاء اللي حصلت. الحقيقة الفكرة الأساسية اللي في دماغ النظام لسه هي فكرة الهوس بالحبس الاحتياطي. يعني احنا خلينا نبقى واضحين كده وصراحة، النظام بيتعامل في كل ما ينتهك حقوق المتهمين يعني بشكل كأننا عايشين في تكنولوجيا في النرويج. يعني هيعمل محاكمة عن بعد، هيخزن التحقيقات في اللي هي هتبقى في الأول وفي الآخر برضو حاجات إلكترونية، يعني هيعمل كل حاجة بشكل إلكتروني، ولكنه مثلا هيرفض يفكر في حاجة زي الصور الإلكتروني الموجود برا كبديل للحبس الاحتياطي. ليه؟ لأنه طبعا ده مش هيحقق مصلحة النظام. إنه يبقى بالأساس فكرة إنه الحبس الاحتياطي هو الأصل، هو الأصل في التحقيقات في القرارات ما بعد التحقيقات، وإنه التدابير الاحترازية تبقى هي البديل، يعني يعني بشكل كبير جدا النيابة ما بتستعملوش، ولو استعملته في أوقات بيبقى ساعات فيه يعني تعسف كبير فيها. يعني فإحنا هنتعامل على إن إحنا عادي هنرجع تاني بقى للتليفون اللي بالمنافلة عادي. فإحنا الحبس الاحتياطي الحقيقة هو بيتعاملوا معايا على إنه هو الأصل. في المادة 113 من القانون لو أنا متذكرة صح، إنه مدي خاصية يعني لعضو النيابة العامة إنه ممكن بدل من الحبس الاحتياطي وفي الجناح الأخرى المعاقب عليها يعني بالحبس، إنه يصدر أمر مسبب بالتدابير الاحترازية، يعني اللي هي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، إلزام المتهم إنه يقدم نفسه للمقر الشرطي، أو إنه يحذر ارتياده الأماكن يعني ايه محددة. يعني هو الحقيقة ده جزء برضو من فلسفة القانون كله، هو أثر الحق في يعني خلى الحق بتاع التدابير الاحترازية بس دي اللي هي هتدي مساحة أكتر للمتهم. والحقيقة يعني بشكل حتى اقتصادي هتخفف عن الدولة المفروض اللي هي مأزومة يعني عبء اقتصادي في فكرة الحبس وبناء سجون جديدة رائعة على النمط الأمريكي. يعني هو قصرها بس على النيابة العامة، مع أنها كانت قبل كده للسلطة المختصة بالحبس عامة. يعني فدي إحنا بنشوف طول ما إحنا ماشيين إزاي مصدرة المنع أو المنح في القانون ده المزورة بتاعتها هي انتهى ما يكدر صفو المواطنين وما ينتهك حقوقهم بشكل حقيقي. يعني القانون فعلا مليان، يعني انا مش يعني احنا فعلا لو قعدنا اتكلمنا مليان مواد مرعبه، في مواد طبعا تفصيليه جدا، وفي مواد يعني سيبك يعني فعلا والله مش ملهاش حتى دعوه بالاهتمام بالقضايا السياسية. المحامين كانوا في حالة غضب شديدة جدا جدا من مجموعة مواد اللي هي طبعا هيثم ذكر منها كتير، بس في منها مواد اللي هي خاصة، أنا ما أظن كانت المادة 160، إنه فكرة إنه القاضي يقدر يصحح إجراءات غلط في أثناء الجلسة، يعني إجراءات غلط في أثناء القبض يقدر القاضي يصححها. الحقيقة أكل عيش المحامين كمان، يعني بغض النظر بقى عن أي شيء، أكل عيش المحامين في كل القضايا أصلاً
كل يعني اغلب البراءات اللي بتطلع، وهنا فعلا مش بتكلم على سياسي فقط، هو ان احنا بتبتدي تشكك في صحه الاجراءات الموجوده. فلو انت كمان اديت دي بقى هنا هنلاقي انه القاضي ليه حق، على عكس من كل الحاجات التانية اللي النيابه ليها حقوق والقاضي بتاخد منه. ليه؟ لانه ده حاجه هتصب في مصلحه تصحيح وتحسين احوال الضباط يعني، او الجهاز الامني اللي بيقبض على الناس. يعني القانون فعلا مليان انتهاكات، يعني هيثم فعلا سرد اغلب الانتهاكات الموجوده فيما يخص، يعني لو فعلا اتكلمنا يمكن من اكتر الحاجات اللي هتبقى مرعبه لكل المواطنين هو موضوع الاحكام الغيابيه عامه. يعني قانون كارثي. دي يعني فعلا انا حاسه انه كلمه كارثي هي كلمه قليله، يعني هو فعلا ثمرت يعني وافضل ما انتج النظام السيسي القمعي فيما يخص القوانين. فعلا بيقفل وبيقيف زي ما بنقول كده كل القوانين التانية. يعني لو كانت القوانين كلها التانية كانت عبارة عن جزر منعزلة، ده بقى ربطهم ببعض، انه بقى خلاص مفيش مالكمش مفر يا مواطنين، مفيش حد هيبقى عنده حماية تقدر تحمي. احنا المحامين يعني نقفل مكاتبنا فعلا وخلاص، يعني اوريدي يعني ملوش لازمة الحقيقة. كمان بمصاريف التقاضي العالية كمان، هو في مشاكل كتير في التقاضي دي كلها بتصب انه النظام بيشج، يعني الحقيقة بيقول وبكل صراحة انه القانون ده شيء ملوش لازمة، واحنا بس هنتعامل بيه كشكل ديكور يعني، او شيء تجميلي زي كل الحاجات الديكور اللي هو بيعملها طول الوقت. ولكن للأسف ده ديكور مبني على اجسادنا احنا بقى بجد، يعني مش ديكور ممكن نتخانق ونزعل فيه ونقطع في شعر بعض مثلا زي الحوار الوطني اللي احنا مثلا كان في مجموعه مننا شايفين، انا شايفه ان هو كان حاجه ديكور، وانه اللي شارك فيه حتى لو بحسن نيه، ونحترم الناس اللي اشتركوا فيه بحسن نيه، ولكن كل شارك فيه بحسن نيه جمل النظام. لا بس لا، ده ديكور بقى القانون ده بغض النظر بقى. فنقفل تاني الصفحات اللي فاتت، نقف كلنا صف واحد قصاد هذا القانون المرعب، لانه خلاص بقى ما فيش حل تاني. يعني مش هيبقى في حل. انا شفت حد في الاسئله كان كاتب احنا نحمي نفسنا ازاي، او يعني ايه المفر نحمي نفسنا ازاي. ما فيش، ما هو القانون ده لو مر بالشكل ده بدون ما يبقى فيه ضغط حقيقي، وانه يبقى فيه يعني كل واحد في مكانه يحاول على قد ما يقدر يتكلم مع الناس في خطورة القانون ده، لو حد في نقابة يحاول يحث نقابته انها تتحرك في القانون ده، زي يعني ما هيثم قال اللي عملته نقابة الصحفيين مشكورة، موقف كان جيد جدا. ولكن الحقيقة هي مش يعني مطلوب مننا كلنا ان احنا نعمل ده، يعني فعلا هي حاجة مخزية ان احنا نبقى محامين ونقابة المحامين حتى مش بتعمل مجموعات نقاش على القانون، بس كلنا نضغط. يعني احنا في الاخر حتى لو حاجات اونلاين، الطلبة في الجامعات لو يقدروا يتكلموا، لانه كل شخص يعني طلبة في الجامعات هيبقى فيه سلطات كبيرة كمان للأمن بتاع الجامعة في القوانين دي. فإحنا في الأول وفي الآخر لازم في اللحظة دي نبتدي كلنا نفكر مع بعض. أتمنى يعني إن ده اللي نطلع منه النهاردة، إنه قانون الإجراءات الجنائية ده الحقيقة هو القشة الأخيرة اللي يعني هتقضي على فكرة النظام القضائي المصري، اللي هو يعني في مشاكل كتير جدا بقاله سنين، ولكن دي يعني خلاص، يعني احنا في الأول وفي الآخر نقفل المحاكم. يعني اقتراحي نقفل المحاكم والنيابات، ونروح كلنا نسيب ضابط الأمن الوطني أو ضابط الأمن العام في حالة القضايا غير السياسية، هو اللي قرر كل قرارات، وشكرا يعني توفير حتى للدولة يعني. فالحل ان احنا يعني النهارده ممكن نقعد نتكلم في فكره ايه الخطوات الجايه نقدر نعملها، ان احنا نقف قصاد هذا القانون في نقابتنا، في حتى في جامعاتنا، في الاحياء اللي احنا فيها الناس لو تقدر تتكلم مع بعضها. انا عارفه انه طبعا الناس كلها بتبقى قلقانه
بس يعني الحقيقه ده يعني ايه، خلاص ده الانذار الاخير لينا كلنا يعني. اسفه يعني برضو لو كنت طولت. لا خلص على الاطلاق، شكرا شكرا جزيلا مهنور. خلينا نفتح باب الاسئله. في سؤال وصل مكتوب عن هل القانون الحالي ده بشكل ما يعني هو هل هيفرض واقع جديد ولا هو عباره عن تشريع للواقع؟ هيثم تحب تجاوب على السؤال بتاع اذا كان ده هيخلق واقع جديد ولا ده تشريع للحاصل يعني؟ ممكن طبعا. يعني هو هيقنن المخالفات ويقنن الاجراءات الباطله ويضع اسس قانونيه لاستمرار ده على مدار عقود. انا بنتكلم على قانون الاجراءات الجنائيه الحالي اللي هو غير المشروع القديم يعني اللي احنا شغالين بيه، صدر سنه 50. فكون انه قانون كارثي زي قانون الاجراءات الجنائيه الجديد ده المطروح ده يصدر، ده ان انت بتتكلم على قانون هيطبق على المواطنين على الاقل ل 20 30 سنه على الاقل. فكون انه في مخالفات للقانون بتتم دلوقتي حاصل عليها خناقه سياسيه واخذ وعطى وكده ومفاوضات وحوار ومش حوار والكلام ده، لا انت بتتكلم على تقنين ده، وبالتالي كانك بتقلل فرص الخناقه لان انت كل ما تعترض يقول لك ده وفقا للقانون. اللي كنت عايز اقوله بالتكمله على كلام مهنور انه قانون الاجراءات الجنائيه جاي في اطار حزمه تشريعيه، لازم ناخد بالنا ونوسع دايره الرؤيه شويه عشان نشوف شكل الخطة وشكل الكارثة اللي بتترسم لمستقبلنا كلنا ومستقبل الأجيال اللي جاية فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالأفراد. في حزمة من التشريعات، حزمة واسعة جدا من التشريعات، إسهال واسع من التشريعات صدر بعد 30 سنة. على سبيل المثال، وطبعا قانون الإجراءات الجنائية ده الجديد ده جزء من هذا الأمر، في شريعة جديدة للدولة اسمها دولة 30/6 بتشرع لنفسها شريعة خاصة، وبالتالي لازم بتطلع قوانين تعبر عن هذه الشريعة. على سبيل المثال، في 2015 صدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين اللي وفقا لي بقى من حق الدولة تقدم طلبات للمحكمة أو النائب العام يقدم طلبات يضع شخص أو يضع كيان في قائمة الإرهاب، ويترتب على ده بقى منعه من التصرف والتحفظ عليه ومنعه من السفر وغيره من الإجراءات اللي بترتب على هذا القانون. في 2017 صدر قانون مكافحة الإرهاب اللي بيعرف الجريمة الإرهابية وبيحط لها إجراءات استثنائية في تعامل أجهزة الأمن وأجهزة التحقيق مع المتهم، بالمناسبة حتى أكثر كارثية من مشروع الإجراءات الجنائية، بمعنى أنه قانون مكافحة الإرهاب بيقول بوضوح يعني بلغة بسيطة أن في قانون اسمه الإجراءات الجنائية بيحدد إمتى نقبض على المتهم والمدة قد إيه ويتحبس قد إيه ومين اللي حقق معاه. قانون مكافحة الإرهاب بيقول لا أنا مش ملتزم بده، في قواعد خاصة للإجراءات مع المتهم بجريمة إرهابية. فإحنا عندنا قانون مكافحة الإرهاب صدر وتعدل في 2017 قبليه قانون الكيانات، وبعدين في صدر قانون إجراءات التحفظ على الأموال وحصر وإدارة الأموال والتصرف فيها في 2018، وبعدين صدر قانون بإنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب في أواخر 2018. ده فيما يتعلق بالقوانين اللي بنقول عليها بتكافح الجريمة السياسية من وجهة نظر الدولة. طبعا جاي في الاطار ده وبيكمل الاطار ده قانون مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الحالي عشان يكمل الحزمه التشريعيه اللي بتشرع فعلا لدوله جديده اسمها دوله 30/6، وبتحط اسس تعيش عليها عقود من الزمن. ده الخطوره في الموضوع. طبعا يضاف لهذه القوانين انه كل القوانين المتعلقه بالتشريعات الاجتماعية بتتعدل وتتغير. يعني مثلا قانون العاملين المدنيين في الدولة اللي هو بتاع الموظفين اتغير واتعمل قانون جديد في 2017 او 19 اعتقد اسمه قانون الخدمة المدنية.
بيقلل من حقوق الموظفين العموميين. قانون العمل 12 سنة 2003 بتاع القطاع الخاص، حاليا في مشروع قانون جديد للعمل طالع كلام من البرلمان انه بيتم اعداده عشان يصدر في الفترة القادمة، وحسب التسريبات اللي وصلت لنا انه من ضمن الحاجات اللي هيحطها مثلا انه هيشرع موضوع عمالة المقاول. عمالة المؤقتة اللي هي بتتم بالمخالفة للقانون هتبقى هي الاساس والاستثناء انك تبقى متثبت او متعين في شركة او مؤسسة. هيعملوا حاجة اسمها وكالات تشغيل خاصة، عمالة المقاول هتبقى مقننة. ففي هجوم واسع قانوني على المكاسب بتاعة الحركة الاجتماعية وبتاعة الضمان الاجتماعي متعلقة بقانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وقانون العمل الخاص بالقطاع الخاص وقوانين العمل الخاصة بالحكومة زي قانون العاملين المدنيين في الدولة اللي بقى اسمه قانون الخدمة المدنية. ففي هجمة تشريعية بتقلل من حقوق الناس الاجتماعية على مستوى العمال وعلى مستوى التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وغيره، وفي هجمة تشريعية متعلقة بالحقوق والحريات السياسية زي بقى قوانين مكافحة الإرهاب وقانون كيانات الإرهابية وقانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين. وده على بعضه كده بيسمى ترسيخ لشريعة الدولة الجديدة اللي هما الجمهورية الجديدة اللي بيعلنوا عنها كل شوية. دي هتبقى القاعدة التشريعية بتاعتها اللي هتتعامل مع المواطنين خلال السنوات الكتير اللي جاية. بالتالي على الأقل لازم نوقف ضد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأنه مش بيعالج وضع خاص. لو قلنا قانون مكافحة الإرهاب بيعالج وضع خاص اسمه الجريمة الإرهابية، لكن قانون الإجراءات الجنائية زي كانت بتقول الزميلة مهنور هيواجه أي مواطن، مش بس أي مواطن، والأجنبي كمان المقيم على أراضي الدولة هيتطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية. فده حاجة تستحق إن احنا نقف قدامها يعني. شكرا. شكرا جزيلا هيثم. ممكن نختم اللقاء النهاردة، ونشكر طبعا أستاذة مهنور وأستاذ هيثم على شرحهم المستفيد لكوارث التعديلات القانون الجديد يعني الإجراءات الجنائية اللي هو ردة حقيقية عن كل إنجازات الحركة الاجتماعية والحقوق الأساسية للمواطنين، ومشروع لازم تتم مقاومته بكل الأشكال. شكرا لكم، ونلتقي في مساحات أخرى جاية على الصح. شكرا.